يا نهار اسود، كل الناس دي هتتصفى معانا. محمود اهو هيصفونا وسط الناس كده. محمود هما دول بيهمهم. سالم إيه؟ احنا لازم نموت موت رجاله. ايه ده؟ دي النيابة. ايه؟ عاصة النيابة. الله اكبر. عشان الدولة. عشان الدولة. بتستغني وبتزولني وديني معانا وديني مع حسيبة. هي بقولك ماشي. يلا خش. ادي قضية تانية اهو. محمود قلبي داعي لك يا حبيبي، قلبي داعي لك يا دنايا. يلا اتفضلوا. الواد فرحان قوي زي ما يكون خد افراج وما لسه تعرضوا على النيابة. الواد سالم ده طول عمره اهبل، هو فاهم حاجة؟ انتوا بعدين معاكوا بقى هنهزر؟ سكت لكم الصبح وانتوا ما عندكوش دم. الظاهر مش هتجيبوها لبر. خرج لي ابن المتهم التاني ده بره. خلينا نبتدي بالاولاني اما نشوف. مفيش فايده كمان بتضربه قصادي؟ طب ايه رايك دي لوحدها جريمه يا باشا؟ انا ما نطقتش والله. اما نشوف. جايب معاه محامي ده ولا جاي لوحده؟ في ثلاثة معاه بره، وفي منهم واحد معاه توكيل من اخت المتهم. ثلاثة محاميين؟ ليه يا ابني؟ المسألة مش مستاهلة يعني. هات لي محامي من اللي واقفين بره، خلينا نبتدي بقى. لما انت تقدر توكل ثلاثة محاميين يعني، ايه اللي رماك الرمية السودة دي؟ لا يا باشا لسه بسأل نفس السؤال ده. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صباح النور يا شيخ يحيى. إحنا مش مستنيين حد يعرفنا شغلنا. معلش يا فندم، وأذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا سأثبت لسيادتكم أن هذه القضية ملفقة تماما من البهوات في مباحث أمن الدولة، وسيعينون الله على أن نثبت خلطها وخطائها تماما كما فعلنا مع كل الذين اتهموهم ظلما وعدوانا، مثل الأخوة العائدون من أفغانستان، والأخوة العائدون من ألبانيا، والأخوة العائدون من الصومال، والأخوة العائدون من كشمير. أيوة، الأخ ده عائد منين؟ مين ده يا باشا؟ ده المحامي بتاعك. أنا معرفوش، ولا وكلته ولا عايز أوكله. الحاج إسماعيل أبو شنب اللي جبت له براءة في قضية اغتيال عاطف صدقي، هو اللي وكلني بتوكيل من الأخ حسين زوج أختك أم عبد الرحمن. أصله بيقرأ في نفس المقرأة مع أخونا عطا الأنصاري اللي كان المتهم العاشر في قضية الناجون من النار. اقبض على كل الأسماء اللي قالها دي سيادتك. أحلق شنب الحاج إسماعيل نفسه لو كنت أعرف اسم واحد من اللي قالهم دول يا باشا. لا إله إلا الله، واضح إن التعذيب أثر على موكلي. يا ابني أنا عايزك تطمن، أنت هنا لست تحت دائرة نفوذ وزبانية أمن الدولة وجلاديها، أنت هنا أمام العدالة، ومهما حاول الطواغيت أن يحجبوا العدالة فلن يستطيعوا، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هم فاكرين نفسهم إيه؟ مالكين كل شيء بإيديهم؟ بس إذا كانت دولة الباطل ساعة فدولة الحق إلى قيام الساعة، ولا تحسبن الله غافل عما يفعل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا باشا أنا بنكر صلاتي بالراجل ده، مش في اتنين محامين بره جايين لي؟ أنا عايزهم. أنا موافق يا باشا يقول اللي بره. الراجل ده لو فضل يتكلم كده سيادتك هتصدق اعترافات سالم وهتطلب لنا إعدام. كل ما تم انتزاعه من اعترافات هي بالتأكيد اعترافات باطلة، وتم أخذها تحت التعذيب، وهو تعذيب لن يمر مرور الكرام، وسنقاضي رئيس الجمهورية شخصيا عليه. يا عم أبوس دقنك، أبوس دقنك يا عم الحاج، أنت ما تعرفش إيه اللي مكتوب في الاعترافات. اعترافات إيه بس يا ابني؟ هو إحنا لسه فتحنا تحقيق ولا حد منكم أدلب أقواله أصلا؟ الله، هي اعترافات سالم لسه ما جاتلكش يا باشا؟ أي اعترافات حصلت قدام أي جهة غير النيابة تبقى باطلة، غير قانونية. والنيابة أصلا ليست قانونية، ولكننا مضطرون للتعامل معها إلى أن يتم تطبيق شرع الله. احبسه، احبسه يا باشا، أنا معاك، احبس الراجل ده. اثبت يا ابني ان المتهم رافض المحامي بتاعه. هو معاه اتنين تانيين بره صح؟ في محاميه موجوده بره من مركز حقوق الانسان اسمها منى وشعرها منكوش كده؟ ايوه. يا نهار اسود، ليه بس كده يا رب؟ اهدي بقى سيادتك مش هتحبسني، الكلام اللي هي هتقوله هيحبسها هي شخصيا. يا سلام، انت هتقعد تنقي في المحامين كمان؟ في محامي موجود بره جايبه لك مراتك. مراتي؟ يا باشا انا عايز المحامي اللي جايباه مراتي. انا موافق ان المحامي اللي جايباه مراتي يترفع عني، بس راعي سيادتك ان انا مش متجوز اصلا.
يوم بحاله يا سعادة الباشا وهو في حضني، وكل ما يقول لي يا بنت قومي روحي اقول له لا يا حبيبي ده انت وحشتني ما صدقت شفتك، يقول لي يا بنت انا خايف عليكي من ابوكي اقول له لا يا حبيبي خدني في حضنك ده انت وحشتني قوي. خدك ربنا يا بعيده يا باشا، دي بنت مجنونه، في واحده تتجوز واحد عرفي تساح نفسها وتساحه في النيابه. حقه يا باشا ينكر، بس انا لا يمكن اشوف واحد بيتزلم واسكت عشان اخاف من فضيحه. دي ما بقتش فضيحه، ده بقى خبر في صفحه الحوادث. يا حضرة الباشا محمود مظلوم، عمره ما يفكر ان هو يقتل الرئيس. الرئيس مين اللي بتتكلمي عنه ده؟ الله، مش محمود يا باشا متهم بمحاولة قتل الرئيس؟ مين اللي قال كده؟ امال انا متهم بايه سيادتك؟ ده اذا كان من حق اعرف اساسا. يا ابني تهم ايه يا ابني؟ هو انا لحقت اتهمك بحاجة اصلا؟ انت من ساعة ما جيت وانت قلبنا دماغنا مش عارفين نشوف شغلنا. ايا كانت التهمة يا سعادة الباشا، انا جاي اثبت الجواز العرفي حوله جواز رسمي دلوقتي حالا. اقول كده بقى يا باشا؟ دي جايه تتجوز مش جايه تشهد. شوف يا شيرين، لو لفوا حبل المشنقه حوالين رقبتي برضه مش هتجوزك، مش بالغصب يا باشا. يا اخي حرام عليك، اعمل ايه تاني عشان ترحمني؟ ارمي نفسي من الشباك وزم يبقى في رقبتك يا محمود. الحق يا ابني الحق يا ابني، البت دي هتودينا في داهيه، هتعمل لنا مصيبه. سيبها تنط سيادتك، انا هشهد في صفي. روح يا اخي كده ضربتك. قسما بالله انت لو ما طلعتي من هنا حالا انا هعمل لك قضيه ازعاج سلطان وقضيه تحرش بمتهم. اكتب. اخرس انت، ما اسمعش نفسك. حاضر سيادتك. ايه الجنان ده؟ وانت قاعد تتفرج عليا؟ ما تلم الموكله بتاعتك دي يا اخي. انا اسف يا فندم بس ايديها تقيله شويه. على فكره اللي انت بتعمليه ده اكبر غلط. انت جبت المحامي ده منين؟ ها انت بتقول لها ايه يا ابني؟ ما صدقنا هديت. بكبر في ودنها سيادتك، البنت هتقع مننا في الاوضه. مالكش دعوه بيها خالص. وانت يا ست انت، انا هراعي ظروفك اللي مش عايز اعرفها من الاصل، وانت تاخد موكلتك دي وتخرج من قدامي حالا قبل ما ارجع في كلامي. يلا ماشي يا محمود، انا لو صدرت لك في حاجه تاني بقى تف في وشي. يا رب تاخد اعدام يا رب. اعدام مش لما اعرف تهميتي الاول؟ ممكن بقى سيادتك تشرح لي اللي حاصل عشان انا ما بقتش فاهم حاجه خالص. يا رب يعدموك يا محمود. اهدى إيه؟ يا رب يعدموك يا ولا ايه؟ لا طلع من محمود وسالم. يا رب انت شايف الفضه الحمراء يا شيخ. يا رب يا بعيد يا عادي يا رب يا بعيد. بس ده منه لا يا رب. استنى محمود لما يفهم في ايه. انا جاي معاك يا شيرين. تتفهم يا حبيبي بس عامله مهببه. فهميني يا بنتي في ايه؟ ايه اللي حصل ده؟ بينادوا عليك يا استاذ. استنى انا جاي معاكي. انا جاي معاك يا استاذ. اتفضلي معايا. ايه ده شيل ايدك؟ انا محاميه. ايه ده؟ معلش يا اخ الباشا عايز اهيم. ليه بس كده؟ معلش معلش يا اخ يا اخ الباشا عايز اهو. معلش يا اخ. لا حول ولا قوه الا بالله. عايز تجري وراها؟ تجري وراها على ايه؟ هي دي مش كانت خطيبه ابنك؟ تتفلق. اهلا يا استاذ. اهلا. ممكن الكارنيه بقى ناخد بياناته علشان نبتدي التحقيق اللي مش عايز يبدا النهارده ده؟ عندك اعتراض على المحاميه بتاعتك يا محمود؟ لا يا باشا اللهم لا اعتراض. اهلا يا استاذ. ازيك يا محمود؟ مش عاجبك في ايدي كمان يا محمود؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ والله يا باشا انا اللي مستني الاسئله عشان افهم حكايتي منك بالظبط. ممكن بقى قبل بدء التحقيق اطلع على المحضر اللي متقدم من مباحث امن الدوله؟ وايه علاقه مباحث امن الدوله بالمحضر بتاعنا؟ يعني ايه؟ امال هو كان محتجز عندهم ليه؟ انا ما عنديش معلومه ان كان محتجز هناك. المتهم جاي لي من الشرطه وجاي معاه محضر وتهمته مخالفة حظر الصيد والتسبب في تلوث البيئة البحرية الذي حدث عن انفجار موتور المركب الذي كان يستقله هو وشريكه قبل غرق المركب. بس كده؟ بس كده؟ دي جنحة يعني فيها حبس وغرامة. ربنا ما يجيب حبس وغرامة يا باشا. أيوة بس اللي أنا عارفاه أنه كان متهم المباحث أمن الدولة بالتخطيط لاختيار رئيس الجمهورية. خلاص بقى ما تفكريهوش، يمكن ما قراش الورق للآخر. انت بتقول لها ايه؟ يا باشا واضح ان هي في لبس، يعني واضح ان هي جايه المتهم عشان القضيه الثانيه، انا بتاع تلوث البيئه والصيد من غير ترخيص. ممكن اقرا المحضر لو سمحت؟ ممكن جدا. اتفضلي. بس بسرعه ارجوكي علشان نبتدي التحقيق بقى. انا مستحملك على الاخر علشان ما تطلعيش بره تقولي ان النيابه ما بتديش المتهم كل حقوقه، ها؟ والحاجات بتاعت حقوق الانسان دي. انما خلي بالك للصبر حدود. حضرتك مش بتمن عليا بده. المتهم لازم ياخد حقوقه كامله. لو الكلام ده مضايق سيادتك انا مستعد احلف اني ما اعرفهاش. لما ما قلتليش بقى اخ محمود، انت ايه حكايتك بالظبط؟ اصدقاء سوء يا باشا، هم اللي خلوني لوث البيئه البحريه، منهم لله. لا انا ما بتكلمش على التهم دي، انا بتكلم على التهمه اللي كانت موجوده هنا من شويه. يا ابني بقى مش عايزين نتكلم في الحاجات دي هنا يعني يا صدر. انا بتكلم جد يا ابني. بنت زي القمر وجايه مخصوص علشان تشهد انها كانت متجوزاك، وقال انت اللي مش موافق. ايه؟
على فكرة أنا سبتها تمشي بس علشان صعبت عليا. ربنا يخليك يا باشا. مفيش، هو زي ما سيادتك شفتها كده بنت جدعة وجميلة بس عقلها على قدها. كنا بنحب بعض زمان وتخطبنا، بس لما اترفض تعييني في الجامعة كمعيد لأسباب أمنية فسخت. أبوها وأمها ما كانوش بيطقوني، وكانت دايماً تصبرهم خطيبة هيبقى ليه مستقبل هيبقى معيد. فلما بقاش ليا مستقبل قلت تيجي مني يا باشا وأفسخ أنا الخطوبة. وعنك بقى لسعت البت مصممة من ساعتها تتجوزني بأي طريقة وبأي شكل، وأنا مش عايز أبهدل بنات الناس معايا يا باشا. لا جدع يا محمود، بس إيه حكاية الأسباب الأمنية اللي خلت الجامعة ما تعينكش دي؟ أهو بقى يا باشا، دي إحنا رافعين قضية على إيد الأستاذة وربنا يقدم اللي فيه الخير. سيادتك المحضر ده ما فيهوش ولا كلمة بخصوص احتجاز موكلي وصديقه من جهة أمن الدولة ولا عن تعذيبه. ما أنا لسه قايل لك كده من شوية. طيب أنا بقى بوجه اتهام رسمي للسيد رئيس فرع مباحث أمن الدولة ومعاونيه باختطاف موكلي وصديقه وتعذيبهم. طب ده إيه علاقته بموضوع المحضر؟ إزاي بس يا فندم؟ هما لما اتفضحوا في وسائل الإعلام لفقوا القضية اللي قدام حضرتك دي عشان يداروا على اللي عملوه. مش محتاج اقول لك يا فندم، انا بنكر صلتي بالست دي تماما. انت مجنون يا ابني محمود، ما تضيعش حقك. انت وصاحبك لازم نتعمل لكم تقرير طب شرعي دلوقتي حالا قبل ما اثار التعذيب تروح من عليكم. هي فين اثار التعذيب دي يا باشا؟ وانا بلوث البيئه البحريه؟ ايوه سيادتك، راسي خبطت في الشعب المرجانيه بس انا استاهل. طب والتعليق يا محمود والكهرباء والضرب؟ على فكره انا قابلت سالم بره وحكى لي على كل حاجه. اهو سالم ده بقى بالذات سيادتك مدمن مخدرات، ولو حللت له البيبي بتاعه هتلاقوه مدمن. انا يا فندم بتاع تلوث البيئه البحريه والصيد، انا بعترف ان انا لوثت البيئه. يا اخي افهم، دول بيحاولوا يبتزوك عشان تتنازل عن حقك. هما مين بقى اللي بيبتزوه؟ لو سمحتي وضحي كلامك يا استاذه. ضباط مباحث امن الدوله. يا فندم هما مراهنين انه زيه زي كل الناس اللي بيظلموهم، انه هيختار ان يبقى سلبي ومدورش على حقه وهما نسيتوا بجريمتهم. انت محسساني ان هما قتلوني، ايه يعني شويه كهرباء وكام عصايه؟ طب لعلمك بقى يا فندم انا كنت محتاج الطاقه دي، بقى لي فتره محبط كده مش عارف مالي. تقصد انك كنت محتجز فعلا؟ يعني عايز تقولي ان الكلام اللي الاستاذه بتقوله ده صح؟ يعني سيادتك ما تعرفش؟ نعم. انت هتهزري؟ انت قاعده قصاد نيابه. تقصدي ايه يا استاذه؟ معلش سيادتك بس ممكن استاذنك كلمه بس هقولها كلمه على الانفراد يا فندم. اتفضل. ثانيه يا فندم، ما احنا في نيابه سويسرا. معلش انا اسف. اعملي معروف، انا مش عايز صوت الحنجوري هنا، انا مش عايز اعادي بتوع امن الدوله، انا عايز اكسبهم عشان بكره اروح اقول لهم ان انا ما رضيتش اتهمكم ويسهلوها لي في تقرير الامن. عايز تشتغل معاهم مخبر يا محمود؟ مخبر ايه؟ انا هساومهم. دي قصاد دي بقى قابلني. السكه دي ما تنفعش معايا. ولما انت عارفه ان السكه دي ما تنفعش معاهم، عايزاني اعاديهم ليه؟ يا ستة بصي ايديكي خلصيني يا وسالم من القضيه اللي احنا فيها دي، انا عايز اروح استحمى، جدتي عفنت. وبعدين ما تقلقيش، اكيد الجايات اكتر من رايحات، اوعدك اول ما يمسكوني ويكهربوني ويعذبوني هخرج من فرع امن الدوله على الطب الشرعي عدل. انا امي ست عيانه، ولو وقعت مني بره مش هسامح نفسي العمر كله. ابوس ايدك خلصيني. احنا هنفضل على كده كتير ولا اجيب لكم اتنين ليمون؟ لا يا فندم خلاص، واضح ان كان في لبس قانوني يا فندم، لا في احتجاز ولا في خطف ولا في اي حاجه من اللي مكتوب عند سيادتك في الورق دي. يا ابني انت هتجاوب من قبل ما نسال؟ مش في محضر واتهامات لازم تجاوب عليها بالتفصيل؟ ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، افتح التحيه يا ابني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم.